بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بأفضل صحة وعافية. نستكمل معكم محاضراتنا لمساق محاسبة شركات، والذي بعنوان تخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة، وهو الفصل الرابع عشر. إن شاء الله سوف نشرح في هذه المحاضرة كيفية تخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة، وسوف نتعرف على النصوص القانونية والتي تخص تخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة. طبعا في البداية في عنا المادة 114 والمادة 115 والتي تنص على تخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة. بالنسبة للمادة 114 والفقرة ألف من هذه المادة، يجوز للشركة المساهمة العامة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأس المال المصرح به، كما يجوز لها تخفيض رأس مالها المكتتب به إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس مالها بمقدار هذه الخسارة أو أي جزء منها، على أن تراعى في قرار التخفيض وإجراءات حقوق الغير طبعا المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون، والذي سوف يتم شرحه بإذنه تعالى. يجري التخفيض في رأس المكتتب به بتنزيل قيمة الأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة في الشركة، أو بإعادة جزء منه إذا رأت أن رأس مالها يزيد عن حاجتها. لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة في أي حالة من الحالات التي يكون فيها أقل من الحد الأدنى المقرر طبعاً بمقتضى المادة 95. أما بالنسبة للمادة 115 والفقرة ألف والتي تنص على يقدم مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة طلب، هذا الطلب هو تخفيض رأس مالها المكتتب به لمين؟ إلى المراقب مع الأسباب الموجبة له، بعد أن تقرر الهيئة العامة للشركة الموافقة على التخفيض بأكثرية لا تقل عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماعها غير العادي، طبعا هذا الذي تعقده لهذه الغاية، وترفق بالطلب قائمة بأسماء دائنين الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه وبيان بموجودات الشركة وبيان بالتزامات الشركة، على أن تكون قائمة الدائنين للشركة وبيان موجوداتها والتزامها طبعا مصدقة من مدقق حساباتها. الفقرة باء، طبعا يبلغ المراقب الدائنين الواردة أسمائهم في القائمة المقدمة من قبل الشركة إشعار بيتضمن قرار هيئتها العامة بتخفيض رأس مال الشركة المكتتب به، طبعا ينشر الإشعار في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة، ولكل دائن أن يقدم إلى المراقب خلال مدة ما بتزيد عن 30 يوم من تاريخ نشر الإشعار لآخر مرة اعتراضاً خطياً على تخفيض رأس مال الشركة. طبعاً إذا ما تمكن المراقب من تسوية الاعتراضات التي قدمت إليه خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها، يحق لأصحابها مراجعة المحكمة بشأن ما ورد في اعتراضاتهم خلال 30 يوم من تاريخ انتهاء المدة التي منحت للمراقب لتسويتها، طبعاً وترد أي دعوة تقدم بعد هذه المدة. هذا بالنسبة للفقرة باء من المادة 115. بعد ذلك ننتقل إلى الفقرة جيم من هذه المادة، إذا تبلغ المراقب إشعاراً خطياً من المحكمة بإقامة أي دعوى لديها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة باء من هذه المادة بالطعن في تخفيض رأس مال
الشركة المكتتب به يترتب عليه أن يوقف إجراءات التخفيض إلى أن يصدر قرار المحكمة في الدعوة ويكتسب الدرجة القطعية، على أن تعتبر الدعوة في هذه الحالة من الدعاوي ذات الصفة المستعجلة بمقتضى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول بها. أما بالنسبة للفقرة د من هذه المادة، إذا لم تقدم أي دعوة إلى المحكمة بالطعن في قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بتخفيض رأس مالها المكتتب به، أو أقيمت دعوى وردتها المحكمة واكتسب الحكم الدرجة القطعية، فيترتب على المراقب متابعة النظر في تخفيض رأس مال الشركة وأن يرفع تنسيبه بشأنه إلى الوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسبا فيه. فإذا قرر الموافقة عليه تم تسجيله ونشره من قبل المراقب على نفقة الشركة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وبحيث يحل رأس المال المخفض للشركة حكما محل رأس مالها المدرج في عقد تأسيسها ونظامها. أما بالنسبة للفقرة هاء من المادة 115، لا تشترط موافقة المراقب والدائنين على تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأس المال المصرح به. إذن ما تم شرحه هو المادة 114 والمادة 115، يجوز للشركة المساهمة العامة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتتب به، أيضا يجوز لها تخفيض رأس مالها المكتتب إذا زاد عن حاجتها. أيضا الفقرة باء يجرأ التخفيض في رأس المال المكتتب به بتنزيل قيمة الأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة. أيضا الفقرة جيم، لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة في أي حالة من الحالات التي يكون فيها أقل من الحد الأدنى المقرر طبعا في المادة 95. أما بالنسبة للمادة 115 أنه بيقدم مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة طلب تخفيض رأس مالها المكتتب به إلى المراقب مع الأسباب الموجبة له، طبعا بعد أن تقرر الهيئة العامة للشركة الموافقة على التخفيض بأكثرية لا تقل عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماعها غير العادي. أيضا يبلغ المراقب الدائنين الواردة أسماءهم في قائمة المقدمة من قبل الشركة إشعارا يتضمن قرار هيئتها بتخفيض رأس مال الشركة المكتتب، طبعا بينشر هذا الإشعار في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة. أيضا الفقرة جيم، إذا تبلغ المراقب إشعارا خطيا من المحكمة بإقامة أي دعاوى لديها خلال المدة المنصوص عليها طبعا في الفقرة باء من هذه المادة بالطعن في تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به، بترتب عليه أنه يوقف إجراءات التخفيض إلى أن يصدر قرار المحكمة في الدعوة ويكتسب الدرجة القطعية. أما الفقرة دال، إذا لم يعني تقدم أي دعوة إلى المحكمة بالطعن في قرار الهيئة العامة للشركة بتخفيض رأس مالها المكتتب به، أو أقيمت دعوة وردتها المحكمة واكتسب الحكم الدرجة القطعية، هذا بيترتب على المراقب متابعة النظر في تخفيض رأس مال الشركة. والفقرة ها من المادة 115، لا تشترط موافقة المراقب والدائنين على تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأس المال المصرح به. نأتي بعد ذلك إلى المعالجة المحاسبية لتخفيض رأس المال، وألف تخفيض رأس المال بإلغاء بعض الأقساط. مثال، طرحت إحدى الشركات المساهمة 800,000 سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية دينار واحد للسهم، طبعا طلبت قيمتها كما يلي: 500 فلس قسط أول، 250 قسط ثاني، و 250 فلس قسط ثالث. وعند استلامها للقسطين الأول والثاني وجدت أنهما يكفيان لحاجتها التمويلية، فقررت عدم المطالبة بالقسط الثالث وأصدرت 600 سهم بدلا من 800 سهم. المطلوب قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم. طبعا بالبداية بدنا نشوف القسط الأول كان ب 500 سهم،
ب 500 فلس، اذا الاكتتاب ب 800,000 بدنا نضربه ب 500 فلس القسط الاول، فبدينا الجواب 400,000. فاذا 400,000 من حساب البنك، 400,000 الى حساب القسط الاول. بعد ذلك حيتم مطالبة المساهمة بالقسط الثاني. طبعا كيف ال 200,000؟ ال 200,000 هو ال 200,000 حيكون 800,000 ضرب 250 فلس، فحيكون 200,000. اذا 200,000 من حساب المساهمين، 200,000 الى حساب القسط الثاني. طيب ما دفعه المساهمين تسديد القسط الثاني؟ يعني عند تسديد القسط الثاني هيكون القيد 200,000 من حساب البنك، 200,000 الى حساب المساهمين وهم ذمام القسط الثاني. حكينا انه فقررت عدم المطالبه بالقسط الثالث واصدرت 600,000 سهم بدلا من 800,000 سهم. اذا احنا مش هنعمل القسط الثالث، فهيكون من مذكورين 400,000 حساب القسط الاول، 200,000 حساب القسط الثاني، و 600,000 الى حساب راس المال. هذا هو اصدار 600,000 سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وإلغاء القسط الثالث. إذن فكرة السؤال تخفيض رأس المال بإلغاء بعض الأقساط، إنه أنا ممكن أطرح أسهمي يكون على سبيل المثال 3 أقساط وأنا أستكفي مثلا بالقسطين، ففي هذه الحالة هي تخفيض رأس المال. كيف بيتم؟ إنه على سبيل المثال طرحت إحدى الشركات المساهمة 800,000 سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية دينار واحد للسهم. في عندنا 500 فلس على القسط الأول، 250 فلس على القسط الثاني، و 250 فلس على القسط الثالث. بعد ما سلمت القسط الأول والثاني وجدت أنهم بيكفوا لحاجتها التمويلية، فقررت عدم المطالبة بالقسط الثالث وأصدرت 600,000 سهم بدلاً من 800,000 سهم. إذن بالبداية بدنا نضرب 800,000 سهم بال 500 فلس، فبيطلع الجواب 400,000. إذن 400,000 من حساب البنك، 400,000 إلى حساب القسط الأول. بعد ذلك مطالبة المساهمة بالقسط الثاني، 200,000 من حساب المساهمين، 200,000 إلى حساب القسط الثاني. طبعاً ال 200,000 هي من 800,000 ضرب 250 فلس. طيب لما يدفع المساهمون أو يسددوا القسط الثاني، 200,000 من حساب البنك، 200,000 إلى حساب المساهمون. طيب إصدار 600,000 سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وإلغاء القسط الثالث، فهيكون 400,000 من حساب القسط الأول، 200,000 من حساب القسط الثاني، طبعاً كلهم 600,000 إلى حساب رأس المال. بعد ذلك ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي تخفيض رأس المال بمقدار الخسائر. فينا شركة مساهمة عامة رأس مالها 2,000,000 دينار، بلغت خسائرها 500,000 دينار، فقررت تخفيض رأس مالها بمقدار الخسائر، وقامت بإلغاء الأسهم القديمة وأصدرت بدلاً منها أسهم جديدة 1,500,000 سهم. إذن بالبداية إحنا بدنا نعمل إطفاء للخسائر في حساب رأس المال. إطفاء للخسائر في حساب رأس المال كما هو في السؤال، إنه بلغت خسائرها 500,000 دينار وقررت تخفيض رأس مالها بمقدار الخسائر. إذن 500,000 من حساب رأس المال، 500,000 إلى حساب الخسائر. طب بعد ذلك قامت بإلغاء الأسهم القديمة وأصدرت بدلاً منها أسهم جديدة ب1,500,000. فإذاً 1,500,000 من حساب رأس المال، 1,500,000 إلى حساب رأس المال الجديد. هذا هو إلغاء الأسهم القديمة وإصدار أسهم جديدة بدلاً منها. إذاً الخطوة الثانية هي تخفيض رأس المال بمقدار الخسائر. شركة مساهمة عامة رأس مالها 2,000,000 دينار، بلغت خسائرها 500,000 دينار وقررت تخفيض رأس مالها بمقدار الخسائر. طبعا مقدار الخسائر هو 500,000، يعني 500,000. إذا 500,000 بدنا نعمل إطفاء للخسائر، 500,000 من حساب رأس المال، 500,000 إلى حساب الخسائر. طيب بعد ذلك إحنا بدنا نلغي الأسهم القديمة وإصدار أسهم جديدة بدلا منها. فبالسؤال بيحكي لي وقامت بإلغاء الأسهم القديمة وأصدرت بدلا منها أسهم جديدة 1,500,000 سهم، هيكون 1,500,000 من حساب رأس المال، 1,500,000 إلى حساب رأس المال الجديد. أيضا من الطرق لتخفيض رأس المال والطريقة الأخيرة وهي تخفيض رأس المال بإعادة جزء منه للمساهمين.
المثال شركة مساهمة رأس مالها مليون دينار موزعة على مليون سهم. قررت الشركة تخفيض رأس مالها إلى 750 ألف دينار ورد 250 ألف دينار للمساهمين. المطلوب قيود اليومية اللازمة لإثبات ما سبق. مادام إحنا بدنا نخفض رأس المال لحساب المساهمين، هيكون من حساب رأس المال إلى حساب المساهمين بالمبلغ 250 ألف. 250 ألف. طيب رد المبلغ المقرر تخفيضه إلى المساهمين. قلت إحنا بالأول خفضنا لحساب المساهمين، طيب لما بدنا نرد المبلغ المقرر تخفيضه للمساهمين 250 ألف من حساب المساهمين، 250 ألف إلى حساب البنك. القيد الأخير هو إلغاء الأسهم القديمة وإصدار أسهم جديدة بدلاً منها. هي ما بحكي لي بالسؤال، قررت الشركة تخفيض رأس مالها إلى 750 ألف دينار ورد 250 ألف. طيب هجتها التخفيض لرأس مالها بقيمة 750 ألف دينار، إحنا نلغي الأسهم القديمة ونصدر أسهم جديدة بدلاً منها. فإذا 750 ألف دينار من حساب رأس المال، 750 ألف دينار إلى رأس المال الجديد. إذا ما تم شرح في هذه المحاضرة المعالجة المحاسبية لتخفيض رأس المال. حكينا في عنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى تخفيض رأس المال بإلغاء بعض الأقساط، إنه ممكن الشركة تطرح أسهمها في للاكتتاب العام بقيمة اسمية دينار واحد للسهم مثلا، هم ثلاث أقساط. بعد ما استوفت أو إنه طالبت المساهمين بالقسط الأول والثاني وجدت إنهم يكفيان لحاجتها التمويلية، فقررت عدم المطالبة بالقسط الثالث. فإذا بدنا نعمل القسط الأول للقسط الثاني، وآخر حاجة بدنا نصدر 600 ألف دينار أو القسط الأول والثاني ونلغي القسط الثالث. ففي عنا بالسؤال أول حاجة القسط الأول 500 فلس، طب هم 800 ألف سهم، ف 800 ألف سهم ضرب 500 فلس 400 ألف دينار. فإذا 400 ألف دينار من حساب البنك، 400 ألف دينار إلى حساب القسط الأول. طب مطالبة المساهمين بالقسط الثاني 200 ألف، طبعا 200 ألف من وين إجت؟ 800 ألف ضرب 250 فلس، 200 ألف من حساب المساهمين، 200 ألف إلى حساب القسط الثاني. طب لما بدهم يدفعوا تسديد القسط الثاني 200 ألف من حساب البنك، 200 ألف إلى حساب المساهمين. طب الزر 600 ألف سهم بقيمة دينار واحد وإلغاء القسط الثالث، فهيكون 400 ألف من حساب القسط الأول، 200 ألف من حساب القسط الثاني، 600 ألف إلى حساب رأس المال. بعد ذلك تخفيض رأس المال بمقدار الخسائر، هيكون أول حاجة بدنا نطفي الخسائر في رأس المال. ففي المثال الخسائر بلغت نصف مليون، فإذا نصف مليون من حساب رأس المال إلى حساب الخسائر بقيمة نصف مليون. طب بدنا نلغي الأسهم القديمة ونصدر أسهم جديدة، طبعا كما في السؤال مليون ونص من حساب رأس المال، مليون ونص إلى حساب رأس المال الجديد. بعد ذلك بدنا نخفض رأس المال بإعادة جزء منه للمساهمين. شركة مساهمة رأس مالها مليون دينار موزعة على مليون سهم، قررت الشركة تخفيض رأس مالها إلى 750 ألف دينار ورد 250 ألف دينار للمساهمين. طبعا حيكون 250 ألف دينار من حساب رأس المال، 250 ألف دينار إلى حساب المساهمين. طب رد المبلغ المقرر تخفيضه إلى المساهمين 250 ألف من حساب المساهمين، 250 ألف إلى حساب البنك. آخر حاجة بدنا نلغي الأسهم القديمة ونصدر أسهم جديدة بدلاً منها، 750 ألف من حساب رأس المال، 750 إلى حساب رأس المال الجديد. هيك بنكون إحنا انتهينا من المحاضرة الثانية عشر والتي كانت بعنوان تخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف يتم شرح الفصل الخامس عشر والذي يتحدث عن أسناد القرض. بالتوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.